السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم حلقة جديدة في ميكرو طنجاوي. موضوع اليوم على كريساج اللي كيوقع في منطقة بني مكة، والأكثرية كيجي براني كيسرق في الحوم ديالنا كيخانزوا لنا الدنيا، حنا كنخافوا نخرجوا مع الوالدين ديالنا مع الإخوان ديالنا لهاد البلاصة هادي. كريساج راه بزاف كثار هنا في هاد المنطقة ديال فرشيفة. أنا بيدنا سرقنا ما خلينا ما عملنا إياه بالحق، صافي ندمنا الخاو ديالي. دابا أنت ملي كتشوف هاد الدائرة هادي كيفاش باش كتحس بيها؟ قلبي يبقى حرق. يعني كانت السرقة بالحلاوة دابا بالعنف، يقدر يضربك يقدر بزاف د الحوايج، لا ما عطيتيه شي ضربك سوا عطيتيه يضربك. يعني كيجبد عليه الشوف راه كيديرو ديالو الحقرة هادي هنا برشيفة ولات الحقرة. يعني اللي كامل حنا راه تبعنا بنادم ياتشي كامل مجرد مخالطة، كتخالط بنادم ماشي مزيان كيبقى يجرك الخا. شنو هو الرأي ديالك اللي كيوقع في كريساج في الحي ديالك؟ انا كنطالبو من الشباب ينوضو يخدمو خاو ديالي، الشباب ما كيخدمش كيسرقو عباد الله كيسرقو الدراوش، والاكثريه كيجي براني كيسرق في الحوم ديالنا كيخانزو لنا الدنيا. بالنسبه لبني مكاده ولا برشيفه كيجي براني كيسرق كيوسخو الحومه، باش فهمتي بنادم يشوف واحد النظره خايبه على الحومه ديالنا، وحنا ما كنسرقوش كنخدمو على راسنا خاو ديالي. وكنطالبو بنادم الله يهدي الشباب والسلطات من كاميرات وتما الشغل ديالها خاو ديالي، حيت هادشي هذا راه سايبه. يعني بقينا كنخافو نخرجو مع الوالدين ديالنا مع الاخوان ديالنا لهاد البلاصه هادي، كنخاف نخرج ونتكريسا فهمتيني، رزات السايبه خاو ديال. كنطالبو السلطات من الخدمه ديالها والسلام عليكم اخي ابراهيم. هذه اللي جينا نقولوا لا حسب لا السرقه هذه خاو راه كسرس بزاف. انا بيدنا سرقنا ما خلينا ما عملنا اياه بالحق، صافي ندمنا الخاو ديالي. علاش كتشوف سينا بالنسبه لواحد الشخص انت كتسادي، ملي يجي هذيك انت واحد الشخص ما كسرداش، يعني هذاك في حالك الشخص في حالك سينا، يعني بشر باشا. يعني كانت السرقه بالحلاوه دابا بالعنف، يقدر يضربك يقدر بزاف د الحوايج، لا ما عطيتيه شي ضربك سوا عطيتيه يضربك. يعني ما بقاتش ديك السرقه اللي كنا كنعرفوا، حتى ديك شحال هادي ما كانتش هاد السرقه اللي دابا نقول لك دابا كثيره بزاف الخا. حاكم التجربه اللي كنتي عشتيها، يعني سرقتي ودخلتي للحبس واش ندمت عليه؟ بزاف بزاف الخاوه، نكذب عليك ما كرهتش نرجع نصغر نعاود هادشي هذا من الاول، ماشي يعني نرجع نعاود نسرق، لا نرجع نعيش حياتي كيما عاش بنادم، حتى انا نكون واحد الشخص يعني ما سرقت ما تنعس عليا بانني سارق، ما تنعس عليا بانني دابا انا في مكان ماشي بنادم معروف، هذاك فلان كان كيسرق هذاك فلان كان كيعمل هذاك فلان كان كيفاه. ولكن الانسان كيغلط ولكن كيرجع كيرجع كيعترف بالغلط اللي كان ضروري كيعترف بالغلط اللي كيعمل. حنا راه تبعنا بنادم ياتشي كامل مجرد مخالطه، كتخالط بنادم ماشي مزيان كيبقى يجرك الخا، يلا نعملو يلا نفعلو يلا نتركو غدا بعدو واحد هذا براني هذا كذا هذا كذا، كتبقى ماشي شويه اذا شويه بشويه بشويه تكتجبر راسك سينا انتينا مشيتي في مستوى ديالك. يعني نسينا هو الواحد نسينا هو الواحد اللي تقدر تنصح الشباب هادو دابا اللي كيكريزي وكيتعداو على الناس، شنو النصيحه ديالك اللي سينا عيشتي مع الطريقه هادي؟ يعني النصيحه اللي نقول لهم الله يهديهم ويهدي ما خلق، علاش الطريقه هادي يعني سيره المستقيم ديالها يا اما الحبس يا اما مقابر وحده فيه، يعني ماشي ما تجبرش من غير هادو، ما يعني تقول تعيش حياتك مرتاحه ولا تعيش حياتك كذا راه ما عمرك تعيش مرتاح، تعيشي بدعاود عباد الله الدراويش اللي كتادي اخرجوا فيك، ثاني حاجه تبقى داخل خارج من الحبس، ثالث حاجه يعني تعيش مكرفس في حياتك ديالك دائما مناعس مفيني مره، يعني اللي كيجي كينعس فيك سارق واخا سوا انت ما تسرقش. انا بيدي دابا عملت عقل وكتجيب شحال من حاجه كتمشي كيقولوا يقدر يكون فلان داها، علاش حيت ديجا انت هنا كنتي بيدك كتسرق، يعني صافي بقات ماشي عليك في ديك المجتمع حتى انت سارق. حكيم دابا غادي نسقسيك دابا فاش خدام وشني كتعمل الحياه ديالك؟ خاو انا خدام كان ميخالي كنجمع يعني تشطر قاموس الحديد لافيراي باش ما نادي شي عباد الله على حسب داكشي اللي قوس، يعني ما صافي داكشي هذاك ما جبت سيزر وجيب بركه هذاك ربي الحبيب كنجيب بركه ديالي عمره ما كيحاشمنا، الحمد لله اللي خلقنا راه ما يضيعنا لا في الدنيا ولا في الاخير، يعني حقك سديها سدي مره كل مره وبركه اللي كنديو. وما نكذبش عليك انا ما كرهتش انا ماشي كاروسه شي حاجه يعني اللي نعملها يعني اللي نبيع ونشري فيها، مرتاح نفسيا ولا ذاتيا ومبعد من مشاكل بعد من الصداع هنايا في الحومه ديالي. يعني برضك الناس الحاومه ملي يساندوك ملي هما اللي الله يرحم والديك هما اللي يساندوني هما اللي يتسخروا من عندي، يعني ما بقاش ماشي في واحد المستوى واحد الطريق قبيح. علاش دابا انا بيدي كتجيبها كنخرج كان ميخالي كنقول اللهم نخشي وجهي في الزبل ولا نمشي نادي واحد اخر كيما كنت كنادي المره الاولانيه، علاش
حيت ادينا وادينا وادينا في الاخر ادينا حنايا ماشي اديناهم وما ادينا يا راسنا. يعني كتشوف راسك حسن السيره ديالك توس خاص كتمشي تخدم ما كيبغي بنادم يخدمك كتمشي تجلس مع واحد شي واحد في الدار ما كيثيق فيك صاحبك ما كيثيق فيك العائله ديالكم ما كتثيق فيك يعني كلشي كيفقد فيك الثقه مجتمع كامل غيبقى يفقد فيك الثقه علاش كتسمى بانك واحد سارق صار ادمني يعني هذا المستوى ديالها وما كرهتش يعني انا بدل تعلم الانسان يمشي يتعلم الحرفه ويشوف شي حاجه احسن احسن اما لو بقى تبع هذه الطريقه هذه راه خرج الى راسو صافي وصح سوجيم وصافي ما عنده على من يخرج برشيفه مؤخرا رجعوا كينشروا فيهم شي فيديوز على كريساج وشين الراي ديالك الراي ديالي هما كيتعدى ولا بنادم كيديولو ديالو بوران كتجبر ياخر ما جي من الاوروبي كيجي يدبر معيشه ان شاء الله كيتكافى مع كره وكذا كيجي بنادم ياخر كيديولو ديالو ما نعرف علاش بوبراني قايل يخدم في الخياطه ولا بعض المرات ما كيخدمش مره هما دابا واقفين شحال الدراري هما كاينين واقف فهمت بعدو ما عدلو فهمت دابا هما يا مثلا انا نمشي نريح راه فين نمشي انجلس اجي اخر اجبد لي الشفره يضربني بمضه هما شحال من واحد دري بحال ما تصدم كامل يتشبر علاش في السبه داك الكريساج هذا كيتحقروا على بنادم كيديولو ديالو فهمت اغلبيه دابا انت ملي كتشوف هاد الدائره هادي كيفاش باش كتحس بيه قلبي يبقى حرقني شوف دابا يا خور بوبراني راه هو جا ضربه بمضه طاح شاتو كتقول لا حول ولا قوه الا بالله نيش كتشوف يا خور بوبراني عاود اجي درويش د الله كيجي بوبراني كيخدم كيدبر على راسو كيسرد الوالدين ديالو فلوس من هنا من طنجه كيسرد من الجبال تقول لها هاك الوالده ان شاء الله كتكافى مع الماكله وكذا كيجي يا خور كيديلو ديالو كيمشي فحالو خايبره هادشي اللي كاين شنو هو الراي ديالك كريساج اللي كيوقع في الحوم كريساج اخاوي كنشوفو بزاف كريساج هنايا دائما حنا حاضرين لكل شخاوه يعني دائما هنايا في هاد الرياض كنشوفو كريساج بزاف يعني شحال من واحد كيما قال لك كيجي ما نعرف ما ينكم ما يجيش ومن كذا كيجي يخدم على راسو كيخدم على الوالدين ديالو كذا كيجي اخر كيجبد عليه الشفره كيديلو ديالو واش عارف هو من جابه ما يحضرها فهمت يعني ما عرفوش هو بوبراني ما يحضر بيدو خدام انا راه في الجبرو خدام كل واحد في كيكافح كل واحد في خدام يجي واحد اخر ما خدام ما ردام في قايله ميكانياتي كيجبد عليه الشفره كيديلو ديالو الحقره هادي برشيفه ولات الحقره يعني واش فهمت كيف؟ شنو هو الحال اللي كيبان لك شي حال يكون مثلا يصلح الحال يعني هو مخزن ما يحايدش من الرياض باش بنادم هذيك الساعه من عقله بزز منه فهمت؟ الحال هو مخزن ما يحايدش من الرياض لا بقى مخزن في الرياض يعني ما يوقع والو فهمتي ما يوقع حتى شي حاجه يعني كريساج ما يكونش هذه اول حاجه يعني فهمتي كيف؟ ماشي يعني مخزن ما واخا كيكون هنايا تقاعد واحد تقريبا يوميا كنقول لك انا كريساج يعني هنايا يوميا اي نهار اللي ما يبقاش كريساج هنايا دابا الحامله تكدا يعني دابا شويه نقصت شويه جدا دابا ما بقيناش كنشوفوا كريساج بزاف دابا فهمت خاي تبارك الله عليك الله يبارك فيك خاي ابراهيم شكرا بزاف ومرحبا بك خاي ابراهيم في الحي ديالنا اللي هو حاليا في هذه الاونه الاخيره تربى عليه الطوندوز المغربي برشيفه 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 يعني الاحداث تكررت بزاف خاي ابراهيم خصوصا من ناحيه كريساج وقعنا كريساج ماشي عادي نعم كريساج رجعت واحد الحاله اللي تقريبا رجعت ظاهره ما بقاش غير هيدا وصافي كريساج راه بزاف كثار هنا في هذه المنطقه ديال برشيفه وحنا كنتمناو المهم مساعده ديال السلطات والجيران والمسؤولين دائما كيتدخلوا في هذه القضيه ولكن ما كيوصلوش ديك اللي كيكريسيو بالضبط هذوك هما الحالات اللي خصنا هما يتشبروا اللي صافي باش يوقف النزيف هذا راه نزيف اثروا على الناس بزاف صراحه الله شنو الحال ديال الحال حنايا خصنا ربما ما كرهناش يكون هنا شي بوست ديال بوليس يكون بعدا قار بوست قريب يعني مهيبين مي كيكون مخزن راه حنايا واحد الشعب اللي نقدر نقول لك كنخافوا ما كنحشموا مي كنشوفوا العسكري كنتعاوطوا مي ما كنشوفوا شي يعني مثلا شي مسؤول كنسيبوا بزاف وحنا هادشي هذا راه كيأثر في الحومه وفي هاد الاطفال كيأثر في الوالدين ديالنا الوالدين ما كيبغيوش هاد الحاله مره ضد هادشي هذا كامل وحنايا مع الوالدين ديالنا ما بغيناش نشوفوا هاد لا بالنسبه للجيران ولا لاي واحد اخر جا جديد يتعجبوا برشيفه ويرجع ويعطي عليها واحد الصوره مزيانه بان شاف برشيفه في واحد الجو واعر الاطفال اللي هما كيتمناو حومات اخرين كيتمناو هذا المتنفس صراحه الله فرق كبير كبير بزاف تقريبا 100% يعني كانت الاجواء هنايا يعني يرثى لها يعني كانت الوساخ المهم مع كان السوق وديك الاجواء ما كانتش واحد النظام اللي هو واحد العشوائيه كبيره والحمد لله بفضل
الشباب ديال الحي وبعض الجمعيات، يعني شباب يعني طرقوا بيبان باش عطاوهم بعض المساعدات باش ينميوا الحي ديالهم يرقيوه. الحمد لله عطاونا متنفس ربحنا، هذا راه بحال شي جائزه كبيره، هذا المتنفس ربحناه والله مالك الحمد. كنشوفوا الوليدات كيلعبوا والنساء وكبارين، هذاك الشيء اللي كنا كنقلبوا عليه تقريبا هذه 20 سنه الحمد لله وصلنا له. هي شنو هي القضيه ديال الكريسه والطريقه هي اللي مأثر علينا صراحه. الله كيجيو ربما اجانب دراري بعادين على السيكتور، حنا الحومه ديالنا عندنا معروفين شكون هما، ولكن هادو ما تعرفهمش بعادين مثلا 200 متر من جهه ولا 1000 متر من جهه، وكيجيو هنا يترصدوا يتربصوا على الفريسه وكيخطفوا ويمشوا كما معروفه. ودابا كنتمنوا هاد اليومين كانت واحد الحمله مكثفه، فرحنا بزاف صراحه الله، حومه كامله شافت واحد العدد هائل من الضباط ومسؤولين ديال الاداره في الحومه ولا مسؤولين ديال السلطات هنايا، اللهم لك الحمد. يعني نعاسنا هاد اليومين كانت الامور الرياض خاوي، ما كاينش ديك الدراري اللي كيتجمعوا. دابا اليومين دازت مزيان ونتمنى الله تتكرر دائما وتكون الامور ديما عامره. حنا ما كرهناش الرياض يكون جوج د الليل نخرج نجلس وممكن نرجع، يعني عادي ماشي نخاف انا نخرج في جوج د الليل ولا ثلاثه. كما شفتوا كانت هذه الاجوبه ديال الناس في الشارع، وانتم شنو الراي ديالكم خليوها في الكومنتير، والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.